السلام عليكم حبايبي. النهاردة هنرسم مع بعض الرسمة دي مع سلسلة الرسم بالتظليل. هي الرسمة سهلة، أهم حاجة التظليل النهائي بأقل الإمكانيات بأي قلم عندنا، قلم رصاص وأي سكتش بنرسم عليه الرسمة. ما تنسينيش في الشير واللايك وتفعيل الجرس، ويلا بينا نشوف الرسمة دي رسمناها ازاي واحدة واحدة. يلا بينا.